أنا اسمي يان، عمري 20 سنة، وطني هو سوريا. صار لي تقريبا 3 سنين هنا بألمانيا. بوطني تعذبت كثير، ما قدرت آخذ راحتي، حتى أنه فيك بتقول ما كنت أعرف هذه الشغلة. كنت بفكر أنا الوحيد هيك، أنه أنا الوحيد بيحب الشباب. ما كنت عم ألاقي حوالي حدا، كنت كل يوم عم ببكي ليش أنا الوحيد هيك، ما بعرف شي عن الدنيا، يعني شو في بهاي الدنيا شو ما في. دايما بقول لحالي أنا الوحيد اللي هيك، ما في حدا مثلي، بس أنا الوحيد اللي بيحب الشباب. تأثرت كثيرا، كنت خايف من أهلي ومن العالم، هيك كنت ببعد حالي، طل الحزن بقلبي. أكبر خوف هن أهلي، هن ما راح يتقبلون هذه الشغلة، لا كدينيا لا كعادات ولا كتقاليد ولا كمجتمع. إذا بيعرفون يمكن درجة هاي الشغلة بوصل على الموت، إنه بيقتلوني. بسوريا ما قدرت أتقرب على العلاقات، يمكن أعرف عالم إنه هيك كمان مثلي، بس كنت عم ببتعد، ما لي جرأة إنه أروح عند أي حدا. فيك تقول إنه حياتي كمان لسه مثل ما هي، بس أحسن من سوريا، إنه شوي صار عندي انفتاح شوي، إنه صرت أعرف شو في هنا شو ما في هنا، شو في إلي حقوق هنا، شو فيني إنه أسوي. يعني مثلا هاي الجمعيات اللي بيسووها تبع مثليين الجنس بيشجعوا إنه الإنسان يتحدى مرحلة الخوف. هذه أول شغلة. ثاني شغلة إنه بيصير عندي أصدقاء اللي مثلي، شفول أصدقاء ستريت، ما فيني أرتاح معهم، ما فيني أحكي، بس أصدقاء اللي مثلي يكونوا شفول برتاح معهم وبنحكي وبنفضفض، يعني بنفهم مشاعر البعض. هذا هو السبب إنه شوي أحسن من سوريا. أكيد عندي مخاوف، حتى لو أني أنا في ألمانيا، مخاوفي من العيلة، مخاوفي من الأهل. أنا هلأ ساكن مع أهلي، مع أبوي وأمي، أخواتي كلياتهم موجود حوالينا. لو كنا بسوريا وعرفوا هاي الشغلة كان أخواتي قتلوني، حتى لو أبوي وأمي رفضوا هذه الشغلة، بس نحن بألمانيا، شو أكثر شغلة بيقدروا يسووها؟ هو أنه يطردوني برات العائلة، يتبروا أهلي مني. خايف من هذا اليوم لحد هلأ. أنا مستني هذا اليوم اللي راح يجي أهلي وراح يعرفوا. بعرف راح يكون بالنسبة لإلي دمار، بدي العالم كلياته يتقبل، خاصة مجتمعنا العربي، يتقبلون هذه الشغلة، إنه هذا الشيء مو بإيدنا ولا مرض، خلقنا وهذا الشيء موجود فينا. أحب أقول إنه نحن كمان بشر مثل أي إنسان، يعني ما في فرق بين شفول أو بين ستريت. الله خلق الإنسان غريزة شلون يتصرف فيها، فلازم نتقبل هذه الشغلة. بعرف إنه هلأ يمكن إخواتي عيونهم علي، لأن هذه الفترة الأخيرة تصرفاتي تغيرت كتير. في أخوي من إخواتي منهم هذا كتير عيونه علي، يعني بينتبه لكل تصرفاتي. صار له 3 مرات عم بيقول لي ليش ما بتتزوج. بقول له أنا لساتني صغير، مش وقت الزواج، ما بدي هلأ أتزوج. في هذه الشغلة بعد كم سنين راح يقولوا لي يلا لازم تتزوج. طب شلون بدنا نخلص حالنا؟ أنا بدي أطلع من البيت، ما عاد فيني أتحمل العيشة مع أشخاص ما بقدر أحكي معهم بالشي الحقيقي جوات قلبي. ما فيني أفضفض لأهلي أو أخواتي أو أي حدا إني أنا هيك. يعني أنت بين أهلك حياتك كلياتها كذب كذب، حكيك كلياتها معهم كذب كذب، ما فيك تحكي معهم بصراحة، يعني ما بتقدر على طول تكذب.